وسهلا البنات، كبيري لاباس عليكم؟ كلشي بخير مع الصحيحه، الوليدات مع المدرسه عاوتاني. نتمنىكم يا ربي ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، الله يكبر بكم، الله يفرحكم يا ربي. و ما عادش نقول لكم، المهم انا بالفرحه بغيت نشارك معكم واحد الفرحه وصلتني، واحد المفاجاه اللي ما كنتش ناويها صراحه. كما كنقول لكم ديما، ملي كتكوني واحد الخير كيجيك ما كتكوني لا ناوياه لا ضامنه لا حاسبه، كتحمدي الله وكتشكري على النعمه ديال الله سبحانه وتعالى. وكما غنقولها لكم وغنبقى ديما نقولها لكم، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهديه، وشكون انا باش نرفضها؟ فواخا ما كنبغيش نشارك معكم ديما هاد هادشي اللي كيوصلني، حيت كاينين اللي كيبقاو يقول ايوا انت بعدا راه كيوصلك، ايوا راه انت، انا شكون؟ انا واحد الانسانه عاديه، انا كنتقاتل كيما غنبقى نقولها لكم ديما. بعض المرات كتجيبي الغدا كيمشي العشاء، كتجيبي العشاء كيمشي الغدا، الحمد لله حنا كلنا هكذا ماشي غير انا. ف غير حنا كراكم عارفين كبشر كنتقاتلوا، كتسدي الباب كيتحل الباب، كتمشي تسلك الباب كيتحل الباب، وكتحمدي الله وكتشكري، وكنزيدها بشويه الحمد لله وبشويه ديال الاستغفار، وكنقبلوا داك القدر والقضاء ديال الله سبحانه وتعالى، فربي كيرزقنا من حيث لا نحتسب. صافي هذا ما كان. المهم البنات غادي نبارطاجي معكم واحد المفاجاه. دابا المشكله اللي انا فرحانه هو ان السيده، المهم السيده اللي مسكينه لي من طنجه، قالت لي كنت باغا تجي واحد الهديه اللي هي جلابه ياك، وجلابه قلت غادي تجيني عادي في المبالاج عادي، جلي بيا كادو هذا صافي. ولكن المفاجاه، والمفاجاه يا اختي ملي قلبت دابا شوفوا شنو لقيت. باقي ما حليتش، ولكن شفت واحد الحاجه اللي صدمتني، واحد الحاجه حيت لها الكارطون عرفت شنو هي، صدمت. فبلا ما نكثر عليكم الهضره وبدا نصدق معاود لكم كلشي، انا عارفه راسي ما عنديش مع المفاجات داكشي اللي كيديروا اليوتيوبرز، ما كنعرفش نبدا نجبد لكم حلقه بحلقه، كان داكشي كله كنديرو في فيديو واحد. يلا ان شاء الله نتوما معايا غنبارطاجي معكم الفرحه ديالي وشنو وصلني، وهانتوما معايا. يلا البنات دابا غادي نبارطاجي معكم شنو وصلني. هاد الكرتونه فيها واحد المفاجاه، واحد المفاجاه اللي ما عمري تخيلت ولا نويت غتكون عندي الصراحه. كنشوفها عند اليوتيوبرز كتعجبني، وكنقول سعداتهم، ما عرفتش داك الاحساس كيفاش كيحسوا وما كيخدموها، وكنقول واحد المره انا تكون عندي شحال هذه، اكيد البنات شحال هذه ملي كان باقي راجل حي الله يرحمه ويستعلي، كنقول انا واحد النهار غتولي عندي داري ان شاء الله، وانت انا غادي غادي نبارطاجي معكم بزاف د الحوايج. ما عرفتش واش كيبان وجهي ولا ما كيبانش، الا ما كانش كيبان قبلوا عليا، راه كنصور غير راسي، كندير المونتاج راسي، كنصور راسي، كلشي كندير براسي، المهم ما كيعاوني حتى شي واحد. غادي نداو البنات بالصاك الصراحه، ومراها نخليو دي مفاجاه، كيقولك ديما كيقولك الاخر كيكون بخا الاخر، ديما كيكون شي حاجه زوينه ولا كبيره. دابا حنا هادي عرفنا شنو فيها من هنا، انتم باقي ما عرفتوش، انا غنحل معكم الصاك. الصاك انا عارفه حاجه وحده اللي قالت لي هي جلابه، قالت لي واحد الجلابيه، ولكن شنو كاين في الصاك من غير الجلابه؟ حيت الصاك قال لي ثقيله البنات، والله حتى باقي ما حليتوش. هادو راه وصلوني من طنجه، هنا راه قلبت الورقه اللي غتشوفوا، قلبت الورقه باش ديال امانه، راكم عارفين حيت وصلوني في امانه، قلبت الورقه لان كاين المعلومات ديالها وداك الشيء، ما بغيش معلوماتي ومعلومات هذاك الشيء كامل. المهم بسم الله توكلنا على الله، ونتمنى بكم كيتسمع الصوت، حيت ديما كتقولي الدنيا ما كنسمعوش صوتك. غنحل الصاك ونشوف اشنو فيه. ما شاء الله البنات، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عرفتي مع الحله جوج حوايج واعرين ناري اختي، والله الا شكرا بزاف اختي خديجه، الله يفرحك الله يكبر بك صراحه. واحد الانسانه اللي اش نقول لكم، كنت حسبها صاحبتك ديال بصح ابار المصلحه ولا ابار هذا الشيء، راه تكتب عليكم انا واش بصح بغيت ما بغيتش في الاول كاع، ولكن اللي كتسول فيك ديما، واخا ما تسوليش انت ما تقلقش منك، حيت كاين دابا اللي ما كتسوليش فيه مثلا غير عندك شي ظروف كيتقلق، بالعكس مسكينه كتقول يا دنيا عمري تقلق منك، واخا ما عرفتش شنو ديري، لان انت حاله خاصه، خص الانسان ما يتقلقش منك ما ياخذش موقف منك، الله يفرحها. المهم اول حاجه غنبدا بها هي جات لي مسكينه مقيله، مقله كتحمق البنات، شوف عطيو كبيره يدها ديال الخشب، شوفوا البنات شوفوا شوفوا اختي هادي البنات، ما عرفتش شنو كيديروا فيها حيت بانت ليا غارقه، شنو زعما كيديروا فيها؟ شوف شفتو ما كيديروا السوشي ولا ما عرفت شنو هادشي، هانتوما البنات واش كيبان لكم هادشي ولا هانتوما؟ وهي مقله في الكحل ويدها ديال الخشب وغليظه، ما عرفتش واش تقولي البنات ديال واش نقل واش نقليا لا، حيت بانت ليا كحله الكرانيت واقيله، ما غاديش دير شي ديال القليان، هذيك ديال القليان اللي عندي هذه البنات، شوفوا كيفاش دايره
واش كبر بها الله يسامحها السكينه. هذه اول حاجه صح غندير لكم شي حوايج زوينين، غندير لكم واحد الحاجه اخرى حتى هي واعره واللي اللي خاصاني، وكانت عندي وحده خسرات لي سبحان الله والله ما قالت لي هذا الشيء. حاجه وحده من هذا الشيء غنقلب هي اللي قالت عليا جلابه، قالت لي واحد الجلابيه غناخذك ان شاء الله كادو من عندي. قالت لي المهم قالت لي بغيت شي جلابيه وكل نشوفك لابساها تكون زوينه الله يكبر بها. صراحه كنقول في عقلي وتا كنقول لكم كانت عندي اختي اللي قدي في اللاج ديالي اولا كون عندي شي واحد اللي من درني والله ما جانا معاك ولو شويه من هذا الشيء كنقولها ديما، وكنقول سبحان الله الانسان كيتقاتل معاك بزاف ديال الحوايج. بحال دابا انا كنشوف غير خالتي ليلى مسكينه مشات شدات معايا الطرقان، باقي لحد الساعه ما كنساش الانسان هذا، عرفتي دار فيا الخير ما كنساش ليه، اللي دار فيا الشر من الله ربي يخلصه. كنتفكر انهم كيداروا معايا الطرقان وما كرهوش كون صايبوا ليا المساكن دوك الوقت كيقول لي الوراق اللي عندك فيه مشكل، ما كرهناش كون صايب لهم كلهم قبل غدا لانك تقطع لنا الكبده ديالنا. كنشوفوا انك انت ما عايشاش وناس اخرين عايشين بخير ما عندهم حتى شي مشكل، وانت هي باقا صغيره وكنشوفوا انك بديتي كتكبري في وجهك بالفقصه بزاف ديال الحوايج. والله الا واحد المراه بكات قالت لي دنيا واش عندك كيفاش ندير نعاونك في وراقك، واش عندك كيفاش نوقف معاك، قالت لي راه كنشوف راه قالت راه كنحس بالكبده من جهتك. وعباد الله من اللي براني كيحس بالكبده من جهتك اشنو بقى ما يتقال. فانا ما كنعرف ما نقول البنات، شوفوا ديما غنبقى نقولها وغنعاودها، انا ما بغيتش حقي في الدنيا بغيتو في الاخره. انا في الدنيا عايشه باللي قسم الله، ولكن في الاخره ان شاء الله انا باغا حقي وما غنسامحش في حقي، بغيت حقي عند الله ان شاء الله. ملي غنمشيو تما كما كيقولك عند الله تلتقي الخصوم، باغا ناخذ حقي ان شاء الله، لان تكرفست بزاف 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 لمده 25 عام وانا مكرفسه. ما عمرني شفت واحد النهار زوين من غير ما تلاقيت مع راجلي واحد المده اللي وقف معايا وبزاف الحوايج. اما اختكم دنيا ما بغيتش نبكي، ولكن يعني اختكم الحمد لله على كل حال كما قلت لكم ما دوزتش القليل، الحمد لله على كل حال ربي كبير وغادي يحن واحد النهار. واخا هادشي داز عليا ماشي ساهل، فقدت الزوج ديالي بزاف ديال الحوايج، ولكن عارفه راسي غنستمر، لان على قبل بنتي غنستمر وغنوقف وغنزيد لقدام. رغم ان كاين اللي كيحاربني، رغم ان كاين اللي ما كيحملنيش، رغم ان كاين اللي كيبقى يقول فيا اللي ما فياش، رغم ان بزاف د الحوايج، ولكن ربي كبير ان شاء الله وكما كيقولوا يحن يحن. المهم شوفوا سبحان الله بغيت نوريه، انا ديما كنبغيش هذا الشيء كنبغيش نتاثر، حتى عارفه راسي كنبقى نهضر حتى كنصدق هذا شي حاجه ما هياش، لا ما نبقى ساكته والله. هذه البنت صراحه اللي جاتني البكيه والله، كوكوط البنات شوف كوكوط، هذيك اللي كانت عندي راكم شفتوا البنات، هي اصلا كانت المهم كانت اللي كانت تطلي لك المراه كانت اصلا مستعمله وكانت سميتو وكانت الصفاره ديالتها خاصه ما كتبغي كت ملي كتسدها كتبقى تنفس، وما قالتش لي انها غادي تجيب لي كوكوط. هذه البنات كوكوط تعطي انا البكاه بالزربه كوكوط صغير على قد يا اختي في الكحل، ها انت يا اختي شوف صغير هذه راه انا بنتي بارك علينا. هذه شنو هي هذه؟ هذه الايدين الصفاره، هذه بنت الايدين الصفاره شوف كسكاس البنات، شوف الكسكاس اختي قديش داير، شوف شوف اختي الكسكاس قداش، شوفي 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 هذه البنت ديال كوكوط، ها هي سميتها هذا الدفتر ديالها فيه زعما المعلومات وداك الشيء. شوفوا البنات كيفاش دايره تتحمق كوكوط صغيره زوينه، شوف الله يعطيك الخير اختي خديجه، شكرا بزاف خديجه. وداك الشيء مسكينه جايباه جديد عرفتي بحال جايباه لدارها الله يكبر بها. المفاجاه اللي غتشوفوا راه هي اللي صدماتني كثر، اللي خلاتني الشعر ديال راسي وقف، والله الا شعر راسي وقف. انتما غتشوفوا شوها ودابا انا شنو هذا نحل لكم البنات، حيت صراحه ما قالش ليا يا واعره البنات والله الا واعره الصراحه. شوفوا البنات شنو هذا، هذا داك اللي كيدار في بيت النعاس ديال جوج بلايص، شوفوا ما عنديش اختي بيت النعاس ولكن ان شاء الله الخزنه
ديال بيت النعاس كتفرشي هكا فرح ليك الراشي. هذا بان ليا غير التصويره، واش هو ولا ماشي هو؟ والله التصويره بانت ليا. كنشوف ايه والله الا هو. شوفوا البنات كيفاش، هذا دابا البخاد، شتو البخاد هذا؟ هذا بين ديال اسراء، باين هذا بين ديال بنتي. شوفوا البنات حيت فيهموني في هاد البنيته، هاد الاميره هانتوما فيه هاد القليبات حمرين وكتبها فيه لوف. نشوف هذا تا هو نفسه، وفيه هاد الفراشات من اللور واعر الصراحه. الله يعطيك الخير مسكينة، والله إلا مسكينة، شكرا ليها بزاف بزاف على الفرحة. شوف هادو واقيلا لي زار ديالهم، شوف ها لي زار ديالهم هذا. شوف البنات راه بحالو ما غنحلوش كامل، ولكن راه باين باين أنه ديالهم لي زار، حيت فين تاهو ديك البنت. شوف هانتوما البنات، فيه الأميرة هاهي شتيها، هادشي أنا باين ديال بنتي، ديال البنات الصغيرين. هانتوما هاهي هنا باين، غنخزن إن شاء الله حتى تكون شي نهار شي بيت النعاس ولا شي حاجة ونصايبو ليها. أما دابا مكاينش غير غيتكرفص، حيت عندي غرمولية هنا البنات غيتكرفص ليا، فهمتو؟ غيتكرفص ليا لا هما الخزنة. الله يعطيها مسكينة الخير، هي دابا باغا تفرح بنتي وصافي. دابا هي ملي كتشوف كتعرف الأميرات كيبغيو البنات كاملين. هذا بان ليا هذا عرفتي شناهو؟ هذا بان البنات فيه لاسيك، هذا واقيلا واقيلا وانتوما شرحو ليا، هذا فيه لاسيك ياكو، واقيلا هذا كديرو فوق بيت النعاس وكذا، وكديرو فوق منو هذا ياكو، معرفتش المهم راه هذا تا هو كبير هاتو. المهم هادشي خليتو نصاوبو، واخا دابا أنا غنصلي معاكم والروينة غنجمعها أنا، الروينة راه ماشي لما عندك واغد وداكشي. هانتوما شوفو هادو راه تا هما ديالنا من خالد خويا، معرفتش هادو جاوني مخسنين على هذا. شوف واش بحال بحال فاش خسنتو. هادو كيتخشو من هنا والاخرين من هنا، فهمت دابا؟ فهمت فهمت فهمت. لا نطول تنسالي باش ما يجيش الفيديو طويل، خاصني نزرب مسكينة. عرفتي شناهو دابا؟ واقيلا هادشي باش شكيت، حيت جابت ليا هذا، هذا ما عرف ديالاش، هذا ديال الماكينة، حيت عرفت ان الماكينة كطوبة كدات ليا التيو ديال الماكينة. دابا نصور لكم تشوفوا واش جات لي الطوبه التيود الماكينه، تنبغي نهي معكم فيديو ونوريكم. واقيلا هادشي واقيلا باش جابتو ليا. شوفوا البنات حيت الطوبه داك التيود ديال الماكينه كراتو ليا كامل، ما خلات ليا فيه حتى شي حاجه، واقيلا عرفاتني كراتو ليا الطوبه. شوف كانت ليا التيود ديال الماكينه مسكينه، جات ليا هذا وسبحان الله كيشبه ليه وكنشوف فيه بحال واحد، كيفاش عرفاتو؟ سبحان الله، الله يعطيها مسكينه الخير. شنو هي هادي؟ هادي معرفتش بنات الشركة شناهي، يا عرفتي شنو ديال الشعر؟ بلاتي بلاتي، شكيت أنا ديال الشعر، غنشوف، هادي البنات، هادي كتشديها، عرفت عرفت دابا، كديرها في شعرك بحال هكدا، عرفت دابا البنات هادي ديال الشعر، غنشوف. ها ديال الشعر كتقولي باغا طيبي ولا شي حاجه ولا هذا كتلبسيها في شعرك. هي بنت ليا صغيره الشعر ديالي، هادي راه غطردق ليا في راسي، هادشي صغير هادشي، واقيلا ديال اسراء ما عرفتش. هادي البنات ديال الشعر، هادو البنات فيهم بزاف ديال الشعر، هانتوما شوفو شحال وحده فيها ديال الشعر. مثلا بغيتي تصايبي شي صباغه واقيلا ولا باغا طيبي ولا ما كانش شي بالي فين تقطع كدا، ما عرفت اختي. المهم هادي ديال الشعر هادشي، وما عرفتش صلحوا لي المعلومه باش راه كيتسدو بحال هكا. شوفوا زوينه، يعني هادشي ما عرفت منين نبدا كلشي زوين. شوفوا البنت جابت ليا مسكينه، جابت ليا صنداله وسبحان الله. شوفوا البنت جابت ليا 37 كاينه 38، ما عرفت باش كيعرف واش رجليا كيبانو، ما سولاتنيش على اشنو كنلبس رجليا، هي الجلابه اللي قالت ليا زعما راه طيديك وصافي. سبحان الله العظيم، شوف البنات صنادلة ديال الميكا زوينة، فنة 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 كتحمق. شوف والله إلا واعرة في الموف، زوينة وخفيفة البنات خفيفة. شوف
ما عرفتش شنو نقول لكم، عي سخفت عرفتي سخفت وباقي الخير ما شاء الله، وما سخفت وباقي الخير الحمد لله يا ربي الحمد لله. وكنمسح العرق ديما كلينيكس حدايا باش نمسح العرق مره مره. هاد الشيختي ما عرفتش منين نبدا. واو يا البنات واو 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 واو، شوفوا البنت جابت ليا هذه ريحه. شوفوا البنات هذه ريحه سميتها انا الابيض حمراء شنو لطافه. شوفوا البنات هذه ريحه واش كتكون الريحه ديالها، ريحه البنات جابت ليا ريحه. الله يا اختي شوفوا البنات ريحه ريحتها ريحتها زوينه، ما بغيتش نرش دابا راكم عارفين، ولكن ريحتها غير من برا زوينه. شوفوا البنات كيفاش دايره زوينه. الله يعطيك الخير خديجة اختي، شكرا لك بزاف. ها انتما هذه هذا ما كيكون من الفوق هكذا بحال هكذا كيدير. هذه الريحه الاولى حيت رشت حاجه اخرى. هي يا اختي حتى هذه ريحه شوفوا البنات هذه الريحه كيفاش دايره بعدا انت فيريسيس. اشنو هي فيريسيس عرفتي يا اختي؟ رانا كان منطق شي من المنطق ما هواش ضحكوا عليا. الله يا اختي هاد الريحه شحال زوينه يا البنات شوفوا كي دايره واعره. ما عرفتش واش كيبان لكم دابا ولا غير كنصور في الاخر نلقى راسي والو. شوفوا البنات كيفاش كتبان، شوفوا يا البنات شوفوا ريحتها واعره هادي بلا ما ترشيها ريحتها مجهده ما شاء الله. شوف يعطيك الخير يعطيك الخير يعطيك الخير شكرا. هادي دابا هاد جوج شوفوا البنات جوج ريحات شوف جوج ريحات هذا معطر المنزل نفيس العود. هذا البنات معطر المنزل مكتوبه فيه نفيس العود، معطر المنزل زعما كتعطر بواقي الفراشيك والدار. ريحه ديال العود الله على ريحه فيه يا اختي، الله على ريحه فيه، الله على ريحه فيه ما شاء الله. الله على ريحه وقيله هذه البنات كتحيدي هذه باش نشوف. صنع في السعودية مكونات ماء نقي عطور كذا خرج جاي نص من صنع زعما في السعودية. الله يا اختي على ريحة وانا كنحمق على هذا الشيء سبحان الله. هذا الشيء ديال داك الروائح الطيبة كتعجبني بزاف والله اللي كتعجبني. ومسكينة هذا الشيء راه ما قالتوش ليا دابا انا الحاجة اللي اصلا قالت ليا باقي ما وصلتش ليها هي. اش قالت ليا؟ قالت ليا جلاب ماشي ياه. الله على ريحه فنة 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 البنات شوفوا شوفوا كيحمق صراحة. جاني اختي في الوقت المناسب اختي خديجة غادي نرشو هنا لان الريحة هنا ضروري خاصك معطر ولا شي حاجة على قبل العمودية. المهم يعطيك الخير شكرا بزاف. ياه شوفوا شوفوا البنات البخور عارفة عزيز عليا العود. شنو هذا؟ بخور اميرة العرب وهذا شنو هو؟ بخور عود مود. شوفوا البنات هذا البخور تا هو جابتو ليا مسكينه شوفي ريحتو واعره كيحمقو ناري اختي انا والعود ناري ناري هاتي فنين هادو ريحتو واعره ناري اختي ناري ناري عاود تاني. شوفوا البنات جابت ليا هادي بلغه بلغه البنات شوفوا بلغه بلغه كتحمق واش فيها وعرفتي باش شحال 37 ودابا واش انا كنوقي لكم ما عرفت كيفاش تعرفت سبحان الله باقي لنا كيبانو رجلي صغار داكشي علاش جابت لي 37 واقفه هي هذيك. شوف وكيما بغيت هاد الستيك هذا عمري جربت هاد البلاغي زعما عمري هاد البلاغي جربتهم ها انتم عمري جربت هاد الشكل ديال البلاغي. شكرا لك بزاف جابت لي مسكينه صنداله وبلغه بناتي
واحد الحاجه عاوتاني خطيره يا بنات، باينه باينه من هنا ضربت عليها عرفت شي حاجه. المهم هي بنات هنا بان ليا شي شوار، هذا شي شوار البنات، عرفتوا علاش؟ حيت بان ليا فيه المشطه وهنايا زائد مشطه زائد شي شوار مكتوب. بسم الله. اوه على اسراء عاوتاني، اسراء غادي تبرع يا اختي. هانتي يا اختي هانتي هانتي واعره. عرفتي هاد البنات السشوارات هادو، هادو اللي كنشوف في سميتو في اليوتيوب وفي الانستغرام، البنات كيصايبو بهم. شوفوا شوفوا ما شاء الله زوين. ها حبوا لهم قالوا لك مشطه، حبوا لهم قالوا مشطه وشي شوار في نفس الوقت، حيت فيه البريز ديال الدار ان شاء الله دايز زوين الله يعطيه الخير. وفيه هنا باش منين كتنفس واقيله منين كيتنفس زوين زوين الله يعطيه الخير مسكينه الله يجازيها بخير. صدمت صدمت ليما وعرفت باقا صدمه اخرى، عرفت شي زوينه ولا ما تنش شي زوين بزاف وبالفرحه ما عرفتش شنو نقول، تلفت ما عرفتش زعما شنو خصني نقول، دخت ولا تدخت. المهم الفيديو بات الى راه جي طويل قبلوا عليا، حيت ديما هادشي ديال الهدايا كيكون طويل بزاف. غادي نحط هكدا وغادي نوريكم اصلا الجلابه، وعرفتي كاينه مفاجاه اخرى عاوتاني. ياه سبحان الله العظيم. هي شتي انا قلت لكم انا الحاجه اصلا اللي باقي ما وصلتش ليها، الحاجه اللي باغاها زعما اللي قالت لي هي اصلا ما شاء الله شنو جابت لي. عادش شوفوا البنت الجلابه اللي قالت لي مسكينه، هي التيكيته ديالها مسكينه، هانتي التيكيته ديالها. شوفوا البنت شوفوا الجلابه اللي جابت لي كبيره، عرفت واش كتبان لكم ولا لا؟ انا شويه ان شاء الله غادي نجيب علاقه وعلاقه حنا ونوريها لكم كيفاش غتجي. هانتي اختي شوفي شوفي يدينا البنات كيفاش دايرين، يدين طرزين واقيلا هذا الطرز ولا ما عرفتش. شوفوا البنات كيفاش دايره واعره واعره، والتيكيته ديالتها انا غادي نصاوبها لكم البنات في علاقه ونوري لكم كيفاش كتجي. وحاجه اخرى اللي بانت ليا هي ان كاين شي حاجه ديالتها غنشوف. شناهو دابا تاش عرفت هذا القفطان ديالها، كنشوفهم في التيك توك البنات كيلبسو هادو مع القفاطان وداكشي، هذا القفطان ديال الجلابة. هتشوف محلولين من الجلاب. شتي هدا القفطان البنات ديال الجلابة، هما واقيلا كبار شوية عليا مع أنا ضعيفة أختكم فقر الدم داير فيا ما بغا. هانتوما تاهي فيها نفس الديكور لي في الإيد. الله يعطيها مسكينة بخير، انا غندير هذاك وغنوري لك كيفاش. واو اختي واو هادشي، هادشي في شكل عاوتاني، هادشي جاني في شكل، هادشي واعر. نشوف هادو جاو مع هادو، هادي البنات نشوف عباية كسوة، غادي كسوة نشوف لا عباية عباية. شوفوا البنات عباية، شوفوا البنات عباية كيفاش دايرة ما شاء الله. شفت عباية يا البنات عباية، عباية فنة. شوفوا اليدين ديالها كيفاش دايرين فيهم هاد العقيق هذا في اليد، شفتوا ما شاء الله كتحمق. شوفوا البنات شوفوا. ودابا انا وقيلا شكيت هاد العباية حيت لقيت هادو لاصقين فيها، هذا شنو هو بعدا؟ هذا تريكو. شوفوا البنات تريكو مكتوبة فيه الدين، ياه بحال حرف ديال سميتي دنيا دي. شوف هذا شنو هذا مشبك وكيبين. هانتوما هذا لقيتو معاها ولقيت معاها حتى هذا، هذا شنو الشار، لقيت معاها الشار. انا الشار بغيت غيكون ديالها ياكو، الشار ديالها ديكو حتى هو قيله ديالها ديال العبايه زعما. ولكن هانتوما شوف هنايا دابا هنا جاني انا كيشبه لي شتو، ما عرفتش الكحل عاوتاني جاني كيشبه. المهم مع بعضياتهم تنسولها غنسولها. يعني الفيديو طويل بزاف، تنغدا ان شاء الله وغنكمل معكم ونشارك معكم المفاجاه اللي هي اللي كما قلت لكم اللي عليها العمده كاع اللي واعره. ولكن قلت ما حدي غادي ننهي الفيديو من هنا نوريهم لكم، نقرب لكم الكاميرا حيت فعلا قبيله كنت مبعده. ها انتم الريحه اللي صيفطات لي مسكينه. شوفوا البنات هذه انا الابيض
الحمراء هانتو، وهذه اللي ما عرفتش البنات هاد الريحه شنو سميتها، المهم بعث لك يعرفوا الروايح راه انا ما كنعرفش قريتها ليهم والو فريست فيريس ولا ما عرفت. شوفوا البنات الله الله يا اختي هرسه صافي هانتوما واحد فريس ولا ما عرفت صافي. وهادو البنات هادو بوخور أميرة العرب، وهادي بوخور عود مود. هادو هادي البنات الصراحة سيري جيبي لهم هذيك الأخرى جابت لي نسيت عرفتي ما وريتكمش كلشي، سيري جيبي بحال هادي بحال هادي. هادو البنات جابتهم لي تاهما مساك مسكينة ما وريتهمش ليكم، ما عرفتش كانوا معزولين وما وريتهمش ليكم. هادي البنات هي راه بحال الند هانتوما شتو هذا، بس سولتها قالت لي هادو راه كيتحطوا بحال هكا كيعطيو الريحه. هذا البنات كما كتشوفوا هي اسراء كتوريكم، هذه البنات ديال هادي جابت لي مسكينه جوج كارطونتها ما بقاتش كارطونتها ما عرفت فين درتها. ها انتم هادي ديال هادي بمذاق ديال فانيلا ما عرفت الريحه انا بغا ناكل. وهذه البنات ريحه ما عرفت الفادي ريحه الفاني الورد، ريحه الورد حيت شي اسراء اللي كانت كتلعب كاغيط. ها انت اختي باش نوريكم خصكم دنيا ما بقاتش سهله، وبلاتي نوريهم البنات. وهذا المعطر هذا سميتو معطر المنزل عود النفيس. شوف البنات كيفاش داير الصراحه كيحمق وريحته دابا رشيتو قد تقدري تسدي وريتهم قبيله البنات غير دابا بغيت نهي الفيديو. ها انتم واعر 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 صراحه الله يعطيها مسكينه الخير. ها انتم داك الشيء البنات هادي هذا ديالو ما بقاش، الطاسه ديالو بحال هادي ما بقاتش راه وليت انا هذا كيتسد حليته دابا باش نبقاو نرشوه هنا باش يعطي ريحه زويونه. ايوا اختي الله يعطيها الخير وشكرا ليها بزاف. وعرفتي داك الروائح واقيلا عرفت عندي الغموليه في الدار وركزت لي على شي ديال الروائح بحال هذا بحال هذا. هادو خلاص الريحات هادو ديال الحوايج جبتهم ليكم، وهذاك معطر وهذا العود، هادو العود باش ديال كتبخري بهم الدار. ها هي وراتكم اسراء درتو هنايا حلي اليوم مازال درتو هنا البنات شتو خديت واحد درت هذا ديال اميره العرب. صافي البنات غادي ننهي معكم الفيديو وغادي نقول لكم تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وغنكمل معكم تتمة ديال الفيديو. غنشارك معكم ان شاء الله جليلبات، وغنشارك معكم المفاجاه، وغنكمل معكم ان شاء الله واحد النهار غيكون واحد الروتين هكذا، وغنبارطاجي معكم فيه بزاف ديال الحوايج. بالسلامه عليكم، نتلاقاو غدا ان شاء الله صحباتي.